معكم؟ أحمد مانع النجراني، عمري 31 سنة، درست في جامعة الملك عبد العزيز إدارة أعمال، إدارة واقتصاد. بصراحة حسيت إن عندي إنتاجية أكبر من إنه أنا أعمل في شركة، ففكرت ألجأ إلى سوق العمل في النشاط التجاري، لكن هذا أداني إنه حافز إنه كمان أحتاج شيء يدفعني للأمام، ما كان عندي الخبرة رغم إني أنا درست إدارة أعمال. بعدها قدرت أفكر إني كيف أبدأ مشروعي. أخذت دورات في البنك الأهلي كيف تبدأ مشروعك الصغير. صادفت في الدورة زميلي الكابتن محمد عارفين، الكابتن طبعاً كان برضو نفس نشاطي نفس ميولي في إن ندخل في مجال المقاولات. دخلنا في مجال المقاولات لأنه هو فكرنا نكون شراكة. طبعاً الكابتن عنده خبرة في مجال المقاولات، أنا عندي خبرة في مجال المراقبة والإشراف على المشاريع والدراسات. ففكرنا احنا ننشئ شركة لأنه دائما الشراكة يكون فيها نوع من القوة وتبادل الخبرات، وخاصة ان احنا اخذنا هذه الدورة. بدأنا مشروعنا في 1/6/2009، بعد انتهاء الدورة تقريبا بشهرين انشأنا الشركة وبدأت نشاطها. طبعا فحبينا تكون فكرتنا فكرة جديدة في مجال المقاولات، نظرت انه احنا لابد آجلا أم عاجلا انه احنا يكون عندنا مباني خضراء. المباني الخضراء هي مباني صديقة للبيئة، بنحافظ فيها على البيئة، المواد الخام المستخدمة في البيئة. بعد كذا يكون هذا أوبشن حافز لمجال المقاولات، لأنه ما نبغى إحنا يعني يكون مجال مقاولات روتيني أو زي أي مقاولة عادي، لازم نكون إحنا مميزين، فاخترنا هذا المجال. الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا الكابتن محمد لقمان محمد عارفين، من مواليد مكة المكرمة. أنهيت دراستي كلها في مدينة الرياض ألين معهد الإدارة، وكنت دبلوم في الحاسب العالي، ومن بعدها انتقلت إلى دراسة بالخارج في اليونايتد ستيت ودرست الطيران، وبعدها التحقت بالخطوط السعودية، وكنت طيار سابق بالخطوط السعودية لأن اتزوجت، وهذا كان سبب اني ابني اول بيت لي، لانه كنت مقرر اني ما اتزوج الا يكون بيت لي ملك. بعد انتهائي من البناء المنزلي الخاص اكتسبت كثير من الخبرات والعلاقات العامه، هذا خلاني اني افكر اني احول من اني اكون طيار واصير تاجر. دوره البنك الاهلي هذه كانت نقطه تحول في حياتي، كون اني انا كنت موظف طيار سابق في الخطوط السعوديه وانتقل كتاجر، فأدوني كل المعلومات اللي كنت أحتاجها لتطوير نفسي من ناحية التجارة. في وقت الدورة تعرفت على شريكي المهندس أحمد، وبعد ما انتهينا الدورة فكرنا أن ننشئ شركة للمقاولات، خصوصا أنه هو أحمد ما شاء الله تبارك الله كان خريج إدارة أعمال، وأنا كانت عندي الخبرة في مجال البناء. أنشأنا المؤسسة، وكان بدايتنا في حاضنة أعمال لا تتجاوز مساحتها 4×4، والحمد لله أوجدنا طرق بناء صديقة للبيئة لدرجة أنها طريقة البناء اللي عندنا نحن ما تعتمد على الأعمدة، يعني ممكن نبني البيت من غير أعمدة، وهذا راجع أنه نحن بنستخدم طوب جيري قوة تحمله عالية تحمل إلى 100 طن، فهذا خلانا نستغني عن استخدام الأعمدة والبناء بطريقة الجدار الحامل، وهذا كان سبب مقاولات صديقة للبيئة. الآن نحن وقت عمل، كنا إن الواحد يقعد يدور على وظيفة وما في وظائف والأشياء هذه، يعني ممكن إنك أنت تبدأ تكون تاجر، لأنه ربنا قال 9 أشهر الرزق في التجارة، وكوننا نحن قدرنا نسوي الأشياء هذه أكيد أنت تقدر تسوي أكثر من كذا.